لهذا الفيضان، نترحم على أرواح الضحايا و يعني نقف وقفة دعم لكل المتضررين. فيما يخص المؤسسة التابعة لقطاع التضامن الوطني، تشوفوا الخسائر المادية اللي كانت قاستها، كذلك يعني نترحموا على الطفلة التلميذة اللي راح ضحية هذا الفيضان. وفيما يخص التلاميذ تاع المؤسسة، سيتم التكفل بهم بالتنسيق مع وزارة التربية في إطار الأقسام المتخصصة، خاصة ونحن مقبلين على الامتحانات، فنطمن الأولياء نتاع التلاميذ ونقول أنه راح نتكفلوا بهم على مستوى وزارة التربية وعلى مستوى الأقسام المتخصصة بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية التربية، ونجدد التعازية الخالصة لأولاد التلميذة اللي توفات ضحية هذا الفيضان وكل عوائل الضحايا، ونجدد دعم قطاع التضامن الوطني ودعم الحكومة لكل المتضررين.